بعد اكثر من خمس سنوات من الضغط الاعلامي والجماهيري والنيابي تم تحقيق الحلم وهو حلم المطار القصه الحزينه التي لا تنتهي للاسف الشديد استبشرنا خيرا بالمطار لكن هناك صار لغط في موضوع الشركات التي استلمت المطار فهناك من يقول أن المطار إن شاء الله بشركات تركية أجنبية كذا النوبة يقولون لا الشركات هي من كردستان واحتمال هي, هي راح يصير تلك بالعمل لحد الآن يقولون نحن نرفع الأنقاض طيب إذا صار لنا شهرين وكسروا بعد يرفعون الأنقاض يعني إيه أي رح تبدي العمل إيه متراح سيروا يجينا الشتاء فأحنا نقول لهم خلينا علامة شكوك بموضوع المطار يعني التاخير راح يصير لابد منه اذا لم تتحرك الحكومه المحليه وبجديه وبقوه مع الشركات المنفذه للمطار وبخلافه المطار قد يجتول طول ثلاث سنوات. البعض قد يقول المدارج يعني هم شركه غير يعرفون المدرج يقلعوا له ويبرطوا اكيد هم لازم عندهم فرد خبره عندهم فرد عمل زين السياج متى يكمل فامور المطار اذا لم يكن هناك متابعه من قبل الاعلام ومن قبل الناشطين ومن قبل الاهالي ومن قبل كل مواطن غيور على مدينته المطار ما راح يكمل اذا ما يصير متابعه على الحكومه المحليه نتمنى ان يكون لدينا مطار كما حدث في كركوك نتمنى ان يطير المواطن من هنا الى عمان والى اسطنبول والى السعوديه الى مكه المكرمه من اجل والى دبي من اجل الراحه يعني احنا محافظه أربعة ملايين ونصف مطار ما عندنا هذا الله ما يقبله واذا راح نبقى على اعتماد على الشركتين وما تعملوا انا اقول لك فوق السنتين راح يصير الاعمار انا اربع مرات ذهبت الى المنطقه بصراحه ماكو يعني مجرد فقط يقول لك عشت آلاف هاي كونكريت صب ماكو 10000 لان هو مصر كلها ما بيع 10000 هي مو بالعدد يعني كل من يجي يزيد بالاعداد ويزيد بالكذا والله انا شريت 10000 صب لا ماكو شيء ولا كوش اعداد الأنقاض انت عندك 30 شفر ممكن انه بنهارين ثلاثه يخلصوا لك اشياء أنقاض بالتشور كلها لا حد يقول والله هاي كثيره الانقاض او داعي سوت كذا لا يعني تمشي الانقاض انت تقدر انت تجيب شفرات تجيب اليات ينتهي كل موضوع ينتهي